صباح الخير شيف فرح. الو ليلى سناء. لاباس عليك شيف فرح، كي صبحتي؟ اللهم لك الحمد، بارك الله فيك لاله. بارك الله فيك، مرحبا اختك، الله يبارك. مرحبا بالمشاركه ديالك الفعاله وبتواصلك، وكنشكرك بزاف اللي غادي تقدمي لنا هذا المنيو ديال الضيافه اللي هو راقي جدا وسهل في التحضير بطريقه مبسطه من عندك. مرحبا مرحبا. صباح الخير طاقم نيد راديو، المستمعين والمستمعات الكرام من داخل وخارج الوطن، وصباح الخير غنقولها لبنيتي راه غتكون في الاستماع. صباح الخير عبلة. اييه، تحيه كبيره لوليداتك ولعبلة على الخصوص، نوجه تحيه كبيره ونتمنى لها التوفيق ان شاء الله. يا ربي امين وليداتكم. الله يبارك فيك، مرحبا. ان شاء الله ذات اقتراحات عندي مقبله تكون عباره عن شلاضه في كريسالي، وكاين الطبق الرئيسي حوته في الفرن مصلصه البيضاء. اما بالنسبه للتحليه غادي يكونوا ديفيرين، عندنا التفاح مع السل مع النوغاتين ديال الكركاه، وعندنا تيراميسو ديال الفواكه الحمراء الفرومبواز، وعندنا باناكوتا بالشوكولا الخاصه للدهن. اييه واخا، نبداو على بركه الله باش نربحوا الوقت ان شاء الله. ان شاء الله. عندنا بالنسبه للمقبله المكونات ديالها غادي نحتاجوا لها 5 الحبات ديال ليزونديف. اييه. وعندي 4 الحبات ديال الكيوي. و 100 غرام ديال اللوز كيكون محمر مالح اللي كيكون عند القلاي. اييه. وعندي 250 غرام ديال الجبن الماعز. و 250 غرام ديال القمرون. اييه. بالنسبه للصلصه المرافقه غادي نحتاجوا لها، عندي الملحه. الابزار. الابزار. معلقه صغيره ديال الموطارد. وعندي معلقه صغيره ديال عصير الحامض. اييه. وستد المعالق ديال الزيت اللي كيكون خليط ما بين زيت الزيتون وزيت المائده. اييه واخا. مفهومين المقادير بلا ما نعاودو؟ واخا. اييه. نعاودوهم؟ اييه الا سمحتي. بالنسبه للشلاضه. انا عندنا 5 الحبات ديال ليزونديز. اييه اللي هو الهندي باء، راه داير بحال البسباس، هو طويل معروف. اييه. وعندنا 4 الحبات ديال الكيوي. و 100 غرام ديال اللوز محمر اللي كيكون مالح. وعندي 250 غرام ديال الجبن الماعز. و 250 غرام ديال القمرون. بالنسبه للصلصه المرافقه غادي نحتاجوا لها الملحه، الابزار، ومعلقه صغيره ديال الموطارد، معلقه كبيره ديال عصير الحامض، وستد معالق الزيت اللي كنكونوا خلطناهم ما بين زيت المائده وزيت الزيتون. زوج الطريقه. بالنسبه للطريقه كنطفوا لي زونديف ديالنا وكنفتحوهم في طبق التقديم، كنديروا عليهم الجبن كنقطعوا شرائح اللوز، وكنديروا بالنسبه للقمرون يا اما كنا نسطيوهم قشورهم او كنقيوهم. اييه بالرغبه. وكنوجدوا الصلصه ديالنا، كنديروا المكونات اللي سبق لي ذكرت، وكنزيدوا الملحه، الابزار، الموطارد، وكنزيدوا الزيت تدريجيا. بالنسبه للصلصه ما كنديروها حتى كنبغيو نقدموا شلاضه. اييه حتى للدريساج عاد نصيبوها. اييه كنحطوها في الثلاجه عند التقديم، عاد كنسقيوها بلاصوص ديالها بصحه وراحه. اييه الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. هاد الشلاضة راه هي صحية ولذيذة، وحتى في المنظر ديالها مع داك الشكل ديال دوك الوريقات ديال لي زونديف يعني كتعطي واحد المنظر. الله يعطيك الصحة. الله يخليك لاله.